الحنان والتعومات راح ورحل عن دنيتي خلاني أبكي في سكات. دكتور، حالة أبوي قاعد تتطور من الأسوأ إلى الأسوأ. ما يصير، كل العلاج اللي قاعد ياخذه ما منه فايدة. ماكو شيء ما علمتني إياه وما طبقته مع أبوي، بس ماكو فايدة. أبوي عادي يتغدى وبعد شيء يقول لي ها ما حطيتوا غدا، يسألني سؤال وأجاوبه، يرد يسألني السؤال مرة ومرتين وثلاث وأربع. شنو الحل؟ الحل إن نجيب له ممرضة أمي رافضة، الحل إن نقط أبوي المستشفى، أنا ما راح أقط أبوي المستشفى. أعراض المرض كذي يا لين، تلقينا يتذكر كل شيء عادي ومرات ينساها وراح تدهور حالته لين تلقينا انه حتى ما يعرف نفسه. دكتور بس انا وايد خايفه على ابوي. لو كان الحل بالخوف كان كلنا خفنا. زين شنو الحل؟ هذه المرحله الثالثه تبدا بعجز المريض عن القيام بمهامه اليوميه مثل ما قلت لك قبل، الدخول للحمام، الاكل، الشرب، تغيير الملابس، وهذه اصعب مرحله. يبا بسألك سؤال، إيش رأيك بالزواج لمبكر؟ أسوأ شيء ممكن يسوي الإنسان. إجابة صريحة، بس ممكن أعرف ليش؟ شوفي حبيبتي، الزواج دائماً يقترن ويرتبط بالحب، الحب الحقيقي، الحب الناضج اللي يدوم العمر كله، وغالباً بيكون في سن الثلاثينات، يعني هذه قاعدة عامة لكن تخضع للنسبة والتناسب. بمعنى؟ يعني ما يناسبك اليوم قد لا يناسبك بالغد. الإنسان بطبيعة الحال يخضع للظروف المحيطة فيه، يعني تلاقين الواحد يصمم ويقول أنا خلاص بسوي ولازم أسوي، جدوا لحياته يحط خطة، يحصل له ظرف يغير مجرى حياته ويجبره إنه يغير معظم قراراته. زين يبقى بعيد عن الفلسفة وبعيد عن أي مبدأ، أبي رأيك الشخصي بالزواج. شوف حبيبتي،
الواحد إذا حبه صغير وتزوج وهو صغير، بعد فترة توجهات الحياة تتغير واختياراته ممكن تقل أو تتغير، وقتها يحس شنو؟ الملل، الملل الزوجي وهو بسن صغير. بعد إيش حق نروح بعيد؟ شوفيني أنا وأمك، إيش قصة حب جميلة وهادئة وإحنا بهالعمر؟ ليش؟ لأن تزوجنا وإحنا في سن النضوج لعيش حياة زوجية جميلة رائعة، ولا أنت شايفة شيء ثاني؟ يعني لأفهمه من كلامك أن علاقة الحب الناجحة تكون بالثلاثينات، معناته عمري الحين مو مناسب لا أني أتزوج ولا أحب. لا لحظة، إحنا لازم نفصل سؤالك عن الحب ولا عن الزواج. على العموم الاثنين مرتبطين ومقرونين مع بعض. تعبانة يا لين، تعبانة، قلبي مو متحمل أشوف أبوك في هالوضع، تعبانة منه وتعبانة عليه وتعبانة من كل شيء. والله ما حاسفيت، بس قولي لي شنو بيدي أسوي، والله راح أسوي، مو بيدنا شيء. كل يوم قاعد تشوفيني رايحة ورادة على الدكتور ويقول لي من تحاليل لأدوية لعلاج لنفسية، قولي لي شنو بيدي أسوي، والله راح أسوي لك إياه. أنا هذا المعور قلبي، أنا معور قلبي أني مو قادرة أسوي شيء، مو قادرة مو قادرة مو قادرة مو قادرة. يما ذكري الله، قولي لا إله إلا الله، إحنا بهالوقت محتاجين محتاجين الدعاء عشان رب العالمين بس يا رب يشافي أبوي يا رب يا رب. والله ما أدري إيش أقول لك، والله ما أدري، حتى الكلام ضايع مني. يا رب يا رب ساعدنا يا رب يا رب. إيه إيه شربي عصير استغفرنا ترى. تعالي قولي لي إيش ما خليت أنا أروح سينما؟ أنت شايف إن بالسينما نقدر ناخذ راحتنا بالحكي؟ نخلص الفيلم بنرد بيوتنا وما قلنا ولا حجوة. شنو؟ ولا حجوة؟ شنو قاعد يهدتي أنا؟ لا لا بس أنا أدري مو هذا العذر. ما عيال شنو السبب؟ بس لي سوالف البنات، لا أنا دايت وما باكل نفيش وناتشز أخربها أنت. شفت؟ صدقينها الدنيا ما تسوى، الواحد يزعل يسوي عداوات كله على الفاضي. نشوف يا عمي ناجي شلون صار فيه هذا المرض كذي. اي والله وانت هي الصاجة، صدق الدنيا ما تسوى. عمي ناجي الله يشفيه ان شاء الله ويقوم لنا بالسلامة، والله يعطيه على قد نياته على كثر الخير اللي سواه حق الناس. اي والله الله يشافيه يا رب، ودي أسوي لهم أي شيء، ودي أسوي له أي شيء علشان أقدر أساعده، بس المشكلة إن هذا المرض ما له أي علاج. هذا المرض أعوذ بالله نفس السرطان ما له حل. وأنا بعد والله ودي أساعده، بس شو نسوي؟ ما لنا غير الدعاء. الله يشفي إن شاء الله. آمين يا رب. آخ راسي يا ربي تعبانة. ناجي حبيبي وين رايح؟ حبيبتي أنا لازم أروح الجامعة، تأخرت عندي محاضرات والطلبة ينطروني، لازم أروح. أي جامعة أي طلبة؟ الله يهداك، الحين الساعة 7 المغرب، وبعدين الجامعة الحين عطلة ما في دوامات. عطاي؟ اي ما حد قال لي؟ اي ظهر انا نسيت اقول لك، عطني اوراقك يلا امشي غير ثيابك خلي شغلك تلفزيون هدي اعصابك، ايش رايك؟ يلا يلا حبيبي يلا. اي خلاص اخذه معك خل. اللي قاعده تسوينه كله غلط بغلط، انا اختك ومن واجبي اني انبهك، ترى انا ما ارضى عليك.
أيوب عقب ما رفضك وعقب ما أنا تزوجت أي كلمت مرة ثانية لا حبيبتي ترى ما أرضى عليك. فيض ريال اعتذر. اعتذر عن شنو ولا شنو؟ عن المشاكل اللي سببها ولا عن قلبك اللي كسره ولا؟ بقول لك أنت كبيرة وعاجل وتعرفين تميزين الصح من الغلط، لا تخلين هذا النص تولة يلعب عليك. والله حبيبتي أنا عن نفسي لحي مو مصدق إن دكتور ناجي وصل لي هالمرحلة. أنا لازم أزور البيت. لما كنت بالمستشفى ما قصر معاه. من غمضت عيني لين فتحته على راسي. إيه بس يمكن ما يعرفك. احتمال كبير إنه ما يعرفك. بس أنا أعرفه. مو لازم هو يعرفني ويتذكرني. على الأقل أقوم بالواجب ورد له جزء من الجميل اللي سوى لي إياه. خلاص إن شاء الله. أنا بعد شوي بدق على خالتي وبقول لها عشان باكر تزوره. إيه والله يا ريت حبيبتي. وايد مشتاق. استغفر الله العظيم. يا رب المصايب تتحذف علي من كل صوب. زوجي وراح. وأبوي الله يرحمه بحاله. وأمي قاعدة تفقد أعصابها. أنا ما أدري إيش أسوي ما أدري. يا رب عطني الصبر والقوة. أنا ما أبي أفقد أعصابي. استغفر الله يا رب. نور. ألو. هلا حبيبتي هلا نور. خير يما صاير؟ قولي أمريني. إيه حيا الله البيت بيته. اي والله كان زين. يمكن عمك ناجي اذا شافه قاعد يسولف معاه يتذكر شيء. اي حيا الله البيت بيته. الله حافظك حبيبتي انت. يلا يما سلمي. مع السلامه. اي والله كلامها صح، ما في ولا غلطة. أنا اللي رضيت على نفسي، ما كنت أدري حتى إذا يبيني ولا قاعد يلعب بمشاعري. ما أدري هو ليش تقرب مني مع أنه كان يبي أختي. أنا لازم أكون صريحة معاه بدون لا يجرحني ولا أجرحه. Thank you.
أقول بقيت شو اسمه دمي. شنو حبيبي؟ دمي هذا شو اسمه إيه دمي. تفضل هذا الزيتون. الزيتون إيه. إن شاء الله بس نطلع من هني بمر بيت دكتور ناجي. يا حبيبي زين تسوي؟ أحسن لازم تروح له تسولف معاه شوية. خلت تنشط ذاكرته يعني على الأقل لو يتذكر شيء بسيط. خير إن شاء الله. حبيبي لما تروح له دق علي طمني بعد. لا حلوة الصورة. هذه متى؟ يوم بالجامعة. عن ما كنت أعرفك وقتها. تعرفيني بس هو نفسك ما تعرفيني. أنت كنت تسوي روحك المجهول. هلا ورد حبيبتي. لا 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 أنا كلش مالي مزاج أطلع. أنتوا عارفين بعد بحالة أبوي. إذا تبون تعالوا البيت عندنا. شود إذا شافكم شوي يتذكر بعض الأشياء. حياكم الله. إن شاء الله. إن شاء الله خير يا رب. يلا مع السلامة. يا رب ويا حبيبي. استغفر الله. الحركات هذه بعد قاعد ترد علينا شنو تظلي هو ولا شنو؟ حيا الله من يانا. الله يحييك خالتي. هذه الساعة المباركة والله. ساعتك أبرك مشكورة كلفت على عمرك. وي بعد عمري هذه الساعة المباركة يوم شفناك. الله يحفظك ويطول بعمرك خالتي. حبيبي هذا العصر تبي شيء ثاني؟ لا شكرا. يلا تركم أنا إذنك. إذنك معك خالتي. شلونك دكتور؟ طمني عنك. لا لا الحمد لله بخير الحمد لله تمام. عرفتني دكتور؟ إي طبعا طبعا عرفتك. إي بخير ذكرني اسمك. دكتور أنا عيسى. عيسى طالب عندك في الجامعة. أنا لولا رب العالمين ثم أنت كان الله يعلم بحالي. أنت اللي شجعتني أكلم نور وشجعتني أسوي العملية وكنت يومياً تزورني المستشفى. ما ذكرتني؟ إي تذكرتك. إي إي ذكرتك. إي إي العملية. إي وشون عيونك الحين؟ إن شاء الله نظرك أحسن. الحمد لله الحمد لله دكتور. عيني زينة وريولي زينة. المهم أنت تكون بخير. أنا الحمد لله إيه تمام. إيه. أنا وايد متضايقة على المرحلة اللي إحنا وصلنا لها. قمنا نطلع بروح حتى كلام مالنا خلق نتكلم. من بعد ما مرض عمي ناجي مالنا نفس نسوي أي شيء. إي والله أنتي صادقة. نطلع مع بعض بس مخنا أبد مو معانا. فكر في عمي ناجي الله يشفيه يا رب. تدرين يا فيض أنا وايد قمت أحلم في كوابيس. في بدر الله يرحمه ويوسف وعمي ناجي بعد. ما أدري ليش قاعد أحلم هالأحلام. ما أدري شنو بيصير فينا باكر. ما أدري شنو الوضع اللي إحنا فيه. ما أدري شنو الحل اللي بنوصل له. مرات في ناس وايد أنت تعرفينهم ما تكون تربطك فيهم بصلة دم. بس يكون في شيء روحاني. سبحان الله. تحبينهم ويحبونك حتى لو ما كنتي تعرفينهم عدل. ويأثرون على حياتك وايد. هذه العلاقات الروحانية شيء وايد غريب صعب انك تفهمينه.
بس طبعا هالحكي حق الناس اللي عندهم انسانيه مو اي احد. على قولة المثل، على قولتهم، كثيرون على قيد الحياه، قليلون على قيد الانسانيه. صدقتي والله حكيمه. أبيتي تبي لي الدكتور ناجي علشان أسوي له بعض الفحوصات وأتأكد من تطور الحالة عنده. حاضر إن شاء الله دكتور. وأبيتي تعرفين شيء عليم، إن مريض الزهايمر ممكن تحوش حالة الاكتئاب، خصوصا بحالة والدك النادرة، ومرض الاكتئاب ممكن نعالجه بالأدوية. وخليني أشرح لك الاكتئاب وأنواعه. يعني ممكن يكون عنده نقص التركيز، الانعزال، قلة الشهية، قلة النوم، وكثرة النوم بالنهار. والله عدل كلامك دكتور، لأن بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها بصراحة قاعد تصير مع أبوي. أمي أكثر من مرة جت وقالت لي أبوك صاير وايد ينسى، بس أنا كنت أقول يمكن يعني من ضغط الشغل. والله ما أدري، أتمنى كل كلمة قلتها ما تكون صحيحة، وأبوي ما في إلا العافية. وهذا المكان اللي احنا نحب نتجمع فيه انا والبنات. وايد حلو وهادي. تصدقين المكان اذا صار فيه بينك وبينه حميميه وتعودتي عليه صعب انك تغيرينه. لا مستحيل نغيره. زين ايش فيك انت اليوم؟ ما ادري احسك مو على بعضك. والله ما ادري، مستغرب اذا رجل مثقف وقارئ جيد للكتب يوصل لها مرحله من الخوف. حبيبي هذا المرض له عدة أسباب، ممكن تكون جينية. إحنا قرينا وايد عن هالمرض علشان شوي أنا زيادة نتثقف فيه. والله ما أدري، تصدقين بلشت أخاف. ليش من شنو خايف؟ يعني إذا دكتور ناجي الدكتور المثقف وأفضل دكتور علم النفس بالجامعة يحوش هالمرض، فما بالك بالإنسان العادي. مثل ما قلت لك حبيبي، هذا المرض له عدة أسباب، ممكن تكون جينية. أنت شنو نسيت إنه أبو الدكتور ناجي كان فيه مثل هالمرض؟ والله ما تدري، الزمن صاير يخوف والأمراض أشكال وأنواع. الله يشافي ويعافي يا رب. آمين يا رب. زين شنو تحب تشرب؟ ما أدري، مو أنت حافظة المكان؟ شربين على ذوقك. خلاص يبقى أطلب لك. أنا شوف أحب قهوة تركية سويت، أنت ما تحبها سويت. بدون سكر. لو سمحت. عندي لك مفاجأة ترى. شنو؟ خلنا نتأكد منها الحين بس. أوكي. راح نروح البيومين. إن
تروح دبي؟ ليه عندي شغل. وانت رحتي معي طبعا. يعني انا بالي بعد بروحك. اروح بروحي ايش حقه؟ كل هذا معاك الشيش. ما هنروح مع بعض انا وياك. اي بس انا ما اقدر اي معاك. مسؤولتي بالدوام وايد نحيسه، مستحيل تعطيني اجازه. بعدين انا نفسيتي وايد تعبانه عشان عمي ناجي. اجلها شوي. هذه فرصه على الاقل نروح نستانس نغير جو. ما اقدر. قلت لك مسؤولتي مستحيل تعطيني اجازه. اجلها. خلاص انا رايحه وين راجع؟ بتروح بروحك؟ اروح عندي شغل. بس ما راح اكون بروحي معك بالتليفون 24 ساعه. ايش فيك؟ لا. شنو لا؟ تقطعينك العيش انت شنو؟ بس هاتين. راح اكون 24 ساعه معك. ترد بالسلامة. هاي مقوى. هلا حبيبتي. هلا والله. قاعدة براحتك. وين أبوي؟ فوق دارة. يما أنا مو قلتش هتخليني أبوي بروحه. يا سلام، يعني ما قاعد شوية أرتاح؟ ما أشرب الفنيان قهوة؟ هذي والله. سافرت وللحين ما رجعت. يبا انت تدري ان انا ما احب اشوفك تبكي. ما احب اشوف حبيبي يبكي. راح ابكي معاك. زين قوم معي عشان اروح غرفتك. قوم. يلا يبا تعال روح غرفتك ارتاح، واذا بغيت شيء انا راح اكون يمك. اللي تبي راح اجيبه لك، لا تحاتي. انت تدري انا ما اقدر اشوفك بهالحاله. وساءت الأمور زيادة. كل شيء صار بعيوني أسود. كل شيء. أنا أشوف الدنيا بعيون أبوي. والحين أبوي ما هو أبوي الأولي. معقول هذا الإنسان اللي حبيته عشت معه كل هالعمر واحد ثاني ما عارفه يقول الكلام اليوم وينسى باكر؟ ايش اللي قاعد يصير؟ ايش اللي قاعد يصير يا رب؟ اللي قاعد يصير؟ يا
ايش فيك يا بال؟ ليش تضحك؟ اضحك اضحك عليك بس. ها ليش تضحك علي؟ ايش مسوي انا؟ الله ها بنت ابوها شنو؟ نسيتي؟ واي لا يا بابا صدق بعد بعد بتقولها بعد مره يلا اللي أقولها يلا سمعني السالفه يلا اقولها لا كان يوم ما انسى الموقف انت واقفه هني ايش حق الطبين لحظه شنو كان عمري يعني عمرك 6 سنين توني جاي من الدوام شايل اوراقي وشايل اغراضي وياي شفتيني ترى الطبي بالحمام السباحة وانو انزل يعني انا ليش فكرت اني يعني 6 سنين ترى مو صغيره ادري عنك عن شايفه يبا 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 تعال طلع لي اطلعك طبيت بهدوم والاوراق الجامعه المحاضرات امتحانات الطلبه كلها راحت غير البطاقه المدنيه غير الرخصه غير البلاوي اللي انا شايله هدوم لا بابي الحين اطلع شهره ثانيه يلا عاد يلا يوسي انزين امي وين كانت؟ مش لا اشتراح يعني بس والله ايام حلوه قلت يا ايام حلوه اي حالاتك نزيلك يوم كنت صغيرونه شي كنا نحطك الحمام وشي وندور فيك ونلعب زين يبا شنو بعد في مواقف سويتها؟ بس عاد شنو؟ 60,000 موقف اي يعني تذكر شنو كنا نقفل البيبان هنا عشان لا تدشين كنت تجي تنحاشين تقعدين هنا عشان يبا 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 خلنا نسبح يبا 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 خلنا نسبح يبا مو خاطر اسوي ليش ليش يبا حرام عليك ايش فيك ترى مركبه رموش مركبه رموش زين شوف زين شوف زين شوف اشوف يعني لا تقشر علي ماي مش حلوه يلا يوز يوز اذا تبيني اسوي لك شيء تشربه يعني شاي قهوه اجيب لك عصير امك وين روح شوفيها ناديها ولا اذا ما ادري يبين عصير خليه يقول لي العصير يبا يلا حاضر مو طولين ترى اطب لا للحين ما رحتي قاعد انزل هذا ذبحني بنطرون يلا اوكي بسوي قهوه اقول لك عصير جيبي اي والله على كيفك بخاطري انا اشرب قهوه خلاص وحاضر حاضر على مرت روحي روحي ناجي ناجي ايش بتسوي الله يهداك ايش بتسوي ايش بتسوي لحظه يبا الحل خليك بسوي قهوه اي قهوه ناجي اي قهوه هني انت ايش فيك حبيبي ايش فيك انا ما اقدر اغفل عنك الا ما سويت لي مصيبه ولا بلوه تعال اقعد انا اسوي لك قهوه عاد ايش فيك بكبر الموضوع راسي عولي قلت اسوي قهوه زين انا اسوي لك اقعد ارتاح اقعد انا بسوي لك قهوه الحين يلا فيكم يا بنات حاسه ان طالعين مغصوبين بسبب وضع عمي ناجي اي والله وانتي الصاجه ودي عمي ناجي يرجع مثل اول الدكتور قاعد يقول ان حالته قاعده تتطور بسرعه لان المرض وراثي ما ادري اذا انا كنت قايله لكم ولا لا انا يدي كان معاه نفس المرض هذا وتوفى الله يرحمه والله أنا أمي ما إحنا عارفين شلون نتصرف زين يعني كلش ماكو حل للمرض هذا؟ الدكتورة قالت حق لين أن يا تجيبون ممرضة أو تودون المصحة يتعالج
لا مستحيل يودونا المصحة. زين أنا عندي حل. ما أدري إذا عجبكم إيش رأيكم نسوي؟ شنو قولي؟ تذكرون الأماكن اللي كنا نروحها كلنا مع عمي ناجي، المطاعم، البحر، لما كنا نشكي له وهو يحل لنا مشاكلنا؟ إيش فيها؟ إيش رأيكم ناخذه هناك؟ يمكن يتذكر ويسولف معانا، وإحنا نقعد نسولف معاه ونذكره بكل شيء. بالعكس الفكرة وايد حلوة. بنات أنتم ما عندكم مشكلة إذا اتصلت عليكم بأي وقت وقلت لكم تعالوا نطلع أنا معاكم وأبوي؟ طبعاً ما عندنا أي مشكلة، بالعكس هذه فكرة وايد حلوة، يمكن تساعد إنه يتذكر بعض الأشياء. ما أخفي عليك يا أملين، حالة ناجي الذهنية في تراجع كبير. بعطيك فكرة عشان تعرفين شلون تتعاملين مع مريض الزهايمر. مرض الزهايمر يؤثر على منطقة التخاطب بالعقل، يعني راح يفقد بعض الكلمات، ينساها، يبحث عنها، ما راح يعرف شلون يتكلم. بهالحالة لازم تعرفين شلون تتصرفين وياه. يفضل إن نتعامل معاه بالابتسامة، بهزة الرأس، بلغة العين، وراح يقول حكاية كان يتذكرها أو قصة يبي يقولها لكم راح يكررها أكثر من 10 مرات. بهالحالة لازم نسمع له ونصغي له عدل، كنا أول مرة يقول لنا هالقصة هذه أو الحكاية اللي قاعد يقولها. ويفضل مثل ما قلت لك استخدام لغة الإشارة البسيطة. بصراحة دكتور أنا ما أخفيك، يعني أنا بعض الأحيان أعصب وأتضايق، بس والله مو بيدي، يعني غصباً أني ساعات ما أعرف شنو يبي، شنو اللي هو يفكر فيه، لأن هو أصلاً يكون مشوش وما أقدر، يعني ما أقدر أتواصل معاه. غلط يا عاملين غلط، أنت لازم تتحملين وتصبرين، لأن مريض الزهايمر يحتاج للرعاية الطبية والأهم النفسية. إن شاء الله، إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. ألو، وينك ما تردين؟ أنت خليت اللي بيننا صداقة، وأنا قاعد أقول لك مستحيل نصير أصدقاء. لا لحظة، ليش فسرت الموضوع كذي؟ أنا كلش ما يبطاري صداقة ولا أبيك صديقة، بالعكس أنا أبيك حبيبتي مو أي شيء ثاني. أيوب، أنا مو لعبة بيد أحد ولا لعبة بيدك، فاهمني؟ زي لحظة، ممكن دقيقة؟ لازم أشوفك عشان أعرف نتفاهم. آسفة، مشغولة يا صديقي، مع السلامة. يظن إني لعبة فيده؟ مرة يقول لي أبيك صديقة ومرة يقول لي أبيك حبيبة، وأنا شنو؟ ما عندي مشاعر؟ مو إنسانة؟ أحس وأحب وأغار وأحترق من داخل كل ما شفت شلون يطالع اختفيت. أنا لا يمكن أرضى أو أقبل إنه يعاملني بهالطريقة، لا يمكن، حتى لو كنت أحبه، حتى لو ظليت باقية على حبه طول عمري، لا يمكن أقبل على نفسي إن أحد بالدنيا يتلاعب بمشاعري. أقول يمه، داود ما مر عليك؟ يمه شفيتش نسيتي، أمس بالليل قالت لك إن داود مسافر يومين. والله يمه ما أدري، صاير وايد أنسى. صجع على الطار النسيان. أبو لين رفيش شلون صار؟ إن شاء الله أحسن. شكر لك يما، حالته وايد سيئة، الله يشفي يا رب. عسى الله يشفي وطول بعمره. يما تكفين ادعو له. تدرين يما، الناس اللي مثل عمي ناجي وايد نادرين، وايد طيب مسكين، مرات كلنا الأبو والأخو والصديق، عمره ما قصر معانا بشيء ولا عمر حسسنا إن في فرق بيننا وبين بنت سليم. حتى لو يصير خلاف بيننا ما يصف مع بنته، يصف مع الحق. مرات يكون راجع من الجامعة تعبان حيل، ما له خلق شيء، يقعد يسمعنا ويسمع مشاكلنا ويحلها لنا، يقول لنا تعالوا بيتنا حياكم الله بأي وقت. الله يشفي يا رب.
إيه ما هذه حال الدنيا، الناس السنعة تروح بسرعة. ما تكفى لا تقول كذي، الله يطول بعمره يا رب. آمين. والله ما يستاهل، خش ريال.